قولي شو خرستي؟ يلا جاوبيني. روحي من هون، تلاقي برا. ما بطلع لأعرف شو في بينكم. مجنونة، غيدي ورايحيني منه لأنه هو واحد متوحش. هلأ خلي الطوق معك، رح تشوفي كيف رح أخده من رقبتك بالوقت اللي أنا بلاقيه مناسب. مين برنسيسا؟ ليوديو. كي اي باسادو؟ كي لقي اتشو اسافيز؟ كيريا ماتارمي، كيريا ماتارمي. شو هدول؟ هدول كاسات هوا يا باشا، كتير رح تستفاد أنا متأكدة. وفعلا بيفيدوا؟ طبعا يا باشا، هلأ بتشوف شلون رح يسحبوا الوجع من جسمك. بس يعني المفروض تشلح قميصك حتى أقدر حطهم. طيب ماشي. باشا ممكن تنام على بطنك؟ ما رح خليكي تروحي. ما فينا نساوي أي شيء، إذا ضليت هون رح يعملوا لك مشاكل. ما بدي إياك تخسر كل شيء مشاني. أنت كل شيء بالنسبة إلي، شو بدي أعمل بالمصاري والمنصب بدونك؟ بكفي، خلاص بكفي. استنيني هون، عم قلك استنيني. ست فريال. سلطانة، عملت للباشا كاسات هوا ودهنت له من المرهم مشان يروح الوجع. يسلموا ايديكي ست فريال، ريحتيني كتير.
أنا شو قلت لك من قبل؟ سلطانة، الباشا اليوم كان موجوع. وأنت شو دخلك إذا الباشا موجوع ولا لا؟ أنت حكيمة شي؟ آسفة. بتضبي غراضك وبترجعي على قصر توب جابي، نحن ما عدنا بحاجة إليك. خلص خلصت مهمتك. سلطانة، لازم بالأول نبعت لهم خبر مشان السدرة تبعت مكاني وحدة قبل ما أنا أرجع لهنيك. طيب. طالعيها لبرا، ما بدي اياها تشوفني. سلطانة ماما لا تبكي. اسمع طالعيها، يلا بسرعة، يلا يلا مريم امشي معي. علي. لا سلطانة ما كانت عم تصرخ عليكي. طب ليش كانت عم تبكي؟ لا ما عم تبكي، يلا امشي خلينا نلعب. حضرة الباشا. شو في نصوح؟ خبروني انك مريض يا باشا فاجيت اطمن عليك. مو لهالدرجة، اللي شو صاير؟ بالحقيقة جوشوا كان بده يروح لعند القاضي بس أنا يلي منعته. ليش بده يروح؟ أنا هداك اليوم حكيت معه على أساس تسكر الموضوع. بالي بيك لهلأ ما رجع البنت لأبوها. معذور يا باشا، يعني هو حاببها وخايف يخسرها. وينه بالي بيك؟ عطوا خبر للسلطان اني هون، في عندي موضوع مهم بدي احكي معه فيه. مولاي مو هون بالي بيك، لسه لهلا ما اجا. طيب بستناه. وين كنتي كوثر؟ جيت سلطانة، قولي. مصطفى مع مولاتي السلطانة، صار له زمان عنده، روحي جيبي وتعي. رح روح سلطانة، أنا عندي خبر لإلك. خبر شو؟ سلطانة هيام من شوي كانت عم تبكي بجناحها. والله عم تبكي؟ عرفتي ليش؟ قالوا لي كانت عند الأميرة إيزابيل وكانت عم تحكي عن طوق بس ما فهمت. يا الله قديش مأمورة، إن شاء الله بتطق وبتموت. طيب سلطانة رايحة جيب الأمير. انتظري أنا بروح بجيبه. سلطانة أنا تحت أمرك. شو صار بالعباية؟ الخياطين لسه ما خلصوها؟ ليش لسه ما جبتها؟ هني عم يعملوا كل جهدهم مشان تكون عباية تليق بالأميرة، عم يزينوا بالخرز والمجوهرات، يعني رح تطلع عباية كتير. يعني إمتى بدهم يخلصوها؟ يعني بدهم كم يوم. لا بكرة بتكون عندي، سمعتني؟ بس يا سلطانة. وئام، شو ما عم تفهم يلي عم بقوله؟ مفهوم يا سلطانة، أنا هلأ بنبه الخياطين ما بيناموا لحتى تخلص. عن إذنك. حضرة
حضرة الباشا. فيك تقلي انت شلون بتتجرأ ترفض تنفيذ الأوامر يا مأمون أوغلو؟ العفو منك يا باشا، أنا ما قصدت أقلل من احترامكم، انتو بتعرفوا إخلاصي إلكن وللسلطان سليمان. واضح، مشان هيك نفذت الأوامر. بعتذر بس أنا. شو؟ يلا أحكي. مو سهل علي أبداً أني روح وسلمها يا باشا، لو كنت محلي شو بتساوي؟ انتبه منيح مأمون أوغلو، أنا شي تاني. بدك تنفذ أوامري فوراً وبدون نقاش يا بيك، أحسن لك. مولاي، تعال يا إبراهيم. أنت استناني هون. خير يا إبراهيم؟ مأمون أغلى مقصر بشي؟ أي نعم هيك شي مولاي. وليش ما عاقبته لكان؟ مو مستاهل عقوبة. الصراف اليهودي جوشوا بالي بيك حابب بنته وبده يتجوزها، بس جوشوا أفندي مو موافق أبدا. قال إذا ما بيرجعها رح يشتكي للقاضي. بس مأمون أوغلو مكبر راسه ومو همه هالشي، وهالتصرف مو حلو يطلع من بيك مثله. معقول أنت تقول هيك يا إبراهيم؟ نسيت إنك تخليت عن كل مراتبك ومناصبك من شان الإنسان اللي أنت بتحبه؟ مولاي بعرف إنه هذا تصرف طبيعي، بس لازم نفكر بأبوه للبنت ونقدر موقفه كمان. مأمون أوغلو، أنا بعرف إنه العشق بيخلي البني آدم يفقد توازنه، بيفكر بس بقلبه، بس بحالتك هي لازم تفكر بعقلك كمان. أولاً بتروح هلأ تبعت البنت لأبوها فوراً مشان يهدى ويطمن وما يشتكي عليك. بس يا باشا، مو على كيفك بتتصرف بهالموضوع بالي بيك، هون في قوانين وأعراف. نحنا مو بس لازم نسمع مطالب عبادنا، واجبنا ننصفهم كمان. روح رجع البنت. روح عود مع أبوها وحاول إنك تقنعه. ما بعرف تعطيه مصاري أو أي شيء تاني، المهم تلاقي طريقة تقنعه لأبوها بالموضوع. يلا بالي بيك، روح هلا وصالحه. تينغو إيطاليانة بيلا، تينغو إيطاليانة بيلا، صلت أمك يا ماما مصطفى. فهمتي شي درة؟ يا ريت يا سلطانة. ما شاء الله عم يتعلم بسرعة مصطفى. دستور مولاي السلطان سليمان المعظم. كيفك اليوم يا بطل؟ منيح مولاي، بس ما عم لاقي حدا يحكي معي بالإيطالي، والباشا ما عم شوفه. الحق معك ست الكل، مبين عليكي مبسوطة كثير. شوفي أحلى من القعدة مع الأولاد. أوه
ومولاي بالحديقة كمان حلو كتير. سلطانة، عم تفكري بشي؟ تعالي مولاي. مولاتي أهلين يا ناهى الدوران، كيفك؟ أنا منيحة مولاي. وين هيام؟ لولا تجي على الحديقة مشان نتغدى سوا. هي من شوي اجت، شفتها لما كانت فايتة مولاتي. وين كانت؟ راحت لعند خديجة؟ لا، بظن انها راحت تزور الأميرة إيزابيلا. اويرا هوهاي در هرت سوك فردناند. Ich kann dir nicht verzeihen. Ohne mich zu hören, hast du dich nach Konstantinopel begeben. Und alles, was dir zustößt, hättest du als Strafe zu stehen kommen müssen. Hätte sie mich ausreichend unterstützt, musste meine verlobte Prinzessin Isabel nicht ums Leben kommen. Ja. Ich bedauere es auch so sehr. Nur ich habe mein Bestes getan, heimlich meinen Botschafter geschickt. Alles, was du angerichtet hast, wäre sie nicht an dem Brang ums Leben gekommen, wäre sie nicht gerettet. Ich glaube nicht an den Brang. Wie es zustande gekommen ist, Luones Isabella nicht mehr da. Sie ist tot. Du hast sie vergessen müssen. Solange es mir nicht recht wird, kann Isabel nicht in Friede ruhen. Du solltest dich beruhigen. Wir werden dem Sultan Suleiman rechtzeitig und auf die richtige Weise ein Unterricht erteilen. حضرة السلطان سليمان. مولاي شرفتو. هيام شو بك يا حبيبتي؟ كأنك مو على بعضك. واجعني راسي شوي. مين هو اللي زعجك؟ إيزابيل؟ فيك تقولي لي شو اللي أخدك على قصر الصيد؟ جاوبيني على هالسؤال ويام، شو اللي أخدك؟ مولاي أنا بس رحت لشوفها، يعني إذا كان بدها شيء. أنت شغلتك بس تشوفي الأولاد شو بدهم منك، والأمور التانية مو شغلتك أنت يا ويام. وأوعك تروحي لهنيك مرة تانية. نامي هلأ بيخف وجع راسك. شو صار معك؟ ما مشي الحال يا نصوح أفندي. توقعت. بشو أمرك السلطان؟ مو السلطان، إبراهيم باشا أمرني. قال بده ياني روح أقنع أبوها، بس بالأول لازم رجعها. كيف أنا رح سلمها؟ والله ما بعرف. هالشي أنا مستحيل أعمله أبداً.
أرمين بأوضته؟ مو هون. كيف يعني مو هون؟ راحت لعند أبوها. جوشوا إيش أخذها؟ ليش خليته؟ ما حدا إجا يا بيك. أرمين قررت إنها تروح. راحت برجليها مشان ما تعمل لك مشاكل. ليش سمحت لها يا أفندي؟ ليش؟ أرمين، أنت منيحة؟ إمتى جيتي؟ لا يكون عمل لك شيء قاطع الطريق، لمسك شيء؟ ما تقول عنه قاطع طريق بابا، بعدين ما تخاف، هو ما عمل لي أي شيء. لطيف، هذا انت يا ست فريال؟ انا عم دور على وئام. انت يلي شو عم تساوي؟ انا كنت عم هلا اتركينا مني وقولي لي انت شو اللي جابك عنا هيك فجاه؟ جيت اليوم ورجعت لعندكن على طول. واخيرا رجعت الست فريال على القصر. وين وئام هلا؟ وراح العاشق المسكين وصار يمشي بين الجبال وهو قلبه محروق لأنه بعيد عن حبيبته، وأخذ معه لبنت السلطان الظالم الموجودة ورا الجبال العالية هدية، والعصفورة العجيبة يلي وعد فيها للسلطانة كان إلى جناحين، واحد أصفر وواحد لونه أزرق مثل موج البحر. قامت طلعت العصفورة لفوق على السماء وقالت بصوت عالي: يا ربي يا ربي اجمع هالعشاء اثنين مع بعضهم، وقوي جناحاتي لأحملهم وطير فيهم وعلي كتير كتير. وبعد هيك هالعصفورة أهلا ست فريال. خير وئام، شو القصة؟ والله شوفت عينك، قاعد أنا وهالبنات الزراف وعم بحكي لهم حكاية. وبعدين وئام آغا شو صار؟ أخدتهم العصفورة؟ بكرة منكفي، هلأ روحوا على غرفكن. يلا خير ست فريال، شايفك عنا، إن شاء الله ما يكون صاير معكم شي. لا وئام، أنا رجعت على طول. عن جد؟ خبرية حلوة، أهلا وسهلا. يا بنات، اليوم بدنا نعمل حفلة بمناسبة رجوع الست فريال لعنا. سلطانة أنا جبتها ولا لا؟ طبعا جبتها، هي هي. شوفي قديش طالعة حلوة، كلها مجوهرات وبتاخد العقل. لا تورجيني اياها، خلص. ما عجبتك سلطانة؟ عجبتني كتير حلوة، حطها من ايدك. اسمحي لي روحي يا سلطانة. استنى، هلأ بتروح بتجيب لي هديك الحية، وخد هذا الصندوق وحطه جوا. دخيلك يا سلطان عافيني، قالوا لي هاي الحية سما بيقتل وأنا ماني مستغني عن حياتي. أمرك يا سلطان.
برنس فريدريك إزيس أين بريف فون برنس كريتي إزيس أين زي كريشتت. الأمير فريدريك، خطيبتكم الأميرة إيزابيل لساتة عايشة. السلطان سليمان لعب كل هاي اللعبة مشان ما طالبوا فيها، ولازم نخطط كيف بدنا نخطفها من القصر، وأنا مستعد ساعدكم لأنه ما في قدامنا حل تاني نخلصها، بس هذا الشيء رح يكون ثمنه غالي كتير. المخلص ألوايس كريدي. نطفوها منيح وحطوا البنات اللي فوق فيها، هيك منيح. يلا تا 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 تا. شو فيها الصندوق هاد؟ ما بعرف والله شو فيه. لا معقول ما بتعرف شو فيه؟ مين أعطاك هالصندوق؟ السلطانة هيام. يلا امشي روح روح. راسي وأنا عم دور عليهم، لكن هون مخبيهم. أميرة إيزابيل، إلك هدية من القصر. السلطان سليمان بعت لي إياها. ممكن تحطها هونيك. فيكن تروحوا. Paloma, había traído esto.
نو ايدو دا ديكي بادري نوس اجودو لثاندو يا نوس اونا برنسيسا مورتا سينيوري كريتي لي الميسي ساخي فدريكو لا بلوما دوني استي لا بلوما لا بوندري اورا ميسمو ان اونا خاولا الى سكوندرو طول بالك واصبر يا بيك رح تشوف جوشوا كيف رح يقتنع بس تحكي معه رح نشوف يا نصوح رح حاول بكل الطرق مستعد حط له كل ثروتي قدامه أنا برأيي لا تستعجل يا بيك خلي الأمور تهدى بالأول بالي بيك شو رأيك نروح المساء نسهر وننبسط أنا وياك بركي بتروق ما عاد في فايدة من هالحكي من بعد ما شفت أرمين ما عاد في ولا مرة تعبي لي راسي يا نصوح مولاي بالسوق تفضل يا بيك أهلا وسهلا أرمين حبيبتي جبت لك أكل كتير بتحبيها جوز وعسل انت من امبارحة ما اكلتي ولا شربتي هيك بتمرضي يلا قومي قومي مشاني قومي نروح على البحر منشم هوا وبتغيري جو انت بتحبي تروحي لهنيك حبيبتي ارمين ليش ما عم بتردي علي هذا من وين؟ السنيوري كريتي عم يجيبها من البندقية ونحن منبيعها مثل ما عم تشوف هي بضاعة منيحة تفضل شوف طيب بتوفي معكم؟ نشكر الله ماشي الأمور طبعا السلطان سليمان ما عم يرحمكم من الضرائب أبدا غلطان يا بيك أصلا نحن هون من خيره وفضله يكفي إنه بكل السوق في أمان وشوفت عينك البيع كثير منيح هلا معقول واحد مثل السلطان سليمان ما يكون عنده أخطاء؟ طبعا عنده قال عم يعطي كل المصاري لإبراهيم باشا رافع له سنويته للمليونين ذهبي وقال هداك قاعد عم ينصب الأصنام إذا سمع السلطان سليمان والله بيقطع راسكم ومين بده ينقل له هالحكي؟ صح صالح أفندي عم بيقولوا جاي ملا جديد عرفت عنه شيء؟ مين هو؟ اسمه الملا قابيس قال جاي من مكان بعيد درويش وعم يقولوا إنه هذا الملا كتير فهمان ايه كمل قال في كتير ناس مصدقته واليوم مجتمع فيه عن شو عم يحكي هالملا؟ والله ما سمعته من قبل بس قالوا لي بيحكي عن السيد المسيح ونبينا محمد يلا السلام عليكم مع السلامة سلطانة خير شايفتك هون السلطانة خديجة بالأصل؟ لا أنا رجعت على طول لهون السلطانة خديجة ما عادت بحاجتي على طول لك دورتي مثل ما قلت لك عرفتي شو مخبي إبراهيم؟ والله يا سلطانة أنا ما خليت محل ما دورت فيه بس ما لقيت شي إذاتا أنا مو عرفانة على شو عم دور افتحي لي عيونك وأدنيكي منيح هون لك شو ما بيصير بتخبريني أعطيني محمد لأحمله تسلم لي إن شاء الله صحته منيحة الولد كبران ما شاء الله حبيبي دخيلك لو خليتي فريال عندكم بالقصر ممكن تحتاجيها هونيك سلطانة ما في لزوم ابعتوها لعند ضيفة مولاي لازم يكون في حدا يهتم فيها ليش شو صار؟ أويام أويام مفكرة أنه في شي بين مولاي والأميرة ليش في شي فعلاً؟
بجوز؟ بتمنى يكون في. هيام لازم تعرف إنه في منافسة إلها. واضح إنه هيام زعجتك كتير. أحياناً بتتقصد إنه تزعجني يا سلطانة. بعرف هالشي. امبارح راحت تزور الأميرة ولو تشوفي شو مخوفتها. صحيح سلطانة لسه ما تعرفتي عليها؟ لا، مع إنه حابة كتير شوفها. درا، مري سلطانة، رح نعمل اليوم حفلة بالحرم لك وحابة أعزم الضيفة عليها. يا روحي. ومثل ما قلت لكم أنا قبل شوي، المسيحيين إلهم الأفضلية أكثر من المسلمين لأنه ديانتهم أقدم. مثل ما بتعرفوا الإنجيل نزل قبل كتاب القرآن الكريم. المقصود لازم نحن هذا بده يعمل فتنه بيناتنا يا اخي. شو عم تحكي هذا؟ استغفر الله العظيم. روحوا العلو يا بيناتنا. شو هالحكي؟ يلا نطلع من هون. اسمعوا لهذا الكافر. اهدوا يا شباب، شوفوا يا غلط. من هون الملا قابيس اجى ينوركم. طولوا بالكم، اسمعوا للاخير. شوفوا، سبحانه وتعالى قال بالقرآن الكريم بسورة البقرة وتحديداً بالآية رقم 4 قال: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انتهت الآية، صدق الله العظيم. المقصود إنهم آمن بمريم العذراء وابن عيسى، عيسى اللي هو سيدنا المسيح وهو روح القدس مثل ما كلكم بتعرفوا. هذا واحد تزال لا 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 يا كافر سلطانة، أنا عملت هالأكل بإيدي مخصوص لحضرة جنابك وإن شاء الله رح تعجبك كتير. تركني هلأ من الأكل، اللي وينه سمبول مو مبين. ما بعرف يا سلطانة هلأ وين بيكون، مثل العادة بيختفي فجأة. إن شاء الله تكون هديتي وصلت للأميرة. ما سمعت. قولي شي. كأنه السلطانة هيام كتير مبسوطة، مع أنه لي فترة عم شوفها قال بوشها كل الوقت بالحرم. شوفيها بعد شوي شو رح تكون مبسوطة، استني. الملا قابيز، سمعت باسمه من قبل يا إبراهيم؟ ما سمعت عنه من قبل يا مولاي، بس مدام جاي من بلاد بعيدة أكيد رح يكون في شيء. هذا احتماله ضعيف، بس لازم يضلوا تحت المراقبة. خليهم يشوفوا مين بيكون وشو جاي يعمل عنا. رح نعمل هذا الشيء فورا يا مولاي. فكرة الحفلة كتير حلوة مولاتي، كل يلي بالحرم لك مبسوطين. ايه مزبوط، وانا كمان. مولاتي، الأميرة ما رح تجي. بجوز يمكن تجي بعد شوي. مولاتي السلطان، الأميرة إيزابيل هون، خليها تفوت.
بتشكرك كثير على دعوتك إلي يا السلطان. اليوم بكفي يا إبراهيم، خديجة بتكون ناطرتك. السلطانة هون يا مولاي، لأنه السلطانة الأم عاملة حفلة اليوم بالحرم لك وعزمت. شو مناسبة هاي الحفلة؟ أدخل. مولاي السلطان باشا، الأميرة إيزابيل وصلت هلأ، فقلت لخبركن. شو قلت؟ الأميرة هون بالقصر؟ معزومة على الحفلة مولاي. شلون أنت بتتجرأ تجيبها لهون بدون ما تطلب إذن من السلطان؟ شو شنيت أنت؟ مولاي، السلطانة الأم هي اللي أمرت بدعوتها على الحفلة. أميرة إيزابيل، وصلتك الهدية اللي بعتلك إياها؟ إن شاء الله عجبتك. هذا الهدية منك؟ لسه ما شفتها. طوقك حلو كتير. هدية سلطان سليمان إلي. أكيد عامله خصيصاً إليك، مميز. مولاتي السلطانة، خدوها معلش. أميرة ممكن تيجي معي شوي؟ سنبول شوفي أنت لوين أخذها؟ السلطان بده يشوف الأميرة. أنت لوين أخذني سوستما؟ يا أميرة، مولاي السلطان بده يشوفك. هذا الطريق هو الطريق الذهبي اللي بيوصل على غرفة السلطان. النسوان اللي بيمروا من هذا الطريق مولاي السلطان بذاته بيكون هو اللي اختاره. فريال شو أعمل؟ ليكي كيف عم يقهروا فيني؟ سلطانة حاولي إنك ما تهتمي. مولاتي حابة أرجع أوضتي، تعبانة شوي. شو صار لك ويان فجأة؟ ما في شي، بس راسي عم يجعني لأنه هون في كتير ضجة. زودناها، ما كان لازم نعمل هيك. مولاتي السلطانة لازم نحن نبقى على طول، نذكرها أنه هي بتضل جارية عنا.
أهلا وسهلا. هاي هي الغرفة تبقك؟ كأنه مو عجبتك؟ لا أنا ما بقصد أبدا، بالعكس حلوة. هنا عملت لي الطوق ما هيك؟ شو رأيك بالطوق عجبك؟ حلو كتير عن جد مميز. حضرتك عامله بإيديك وأبكي كتير إنه أنا ما ألبسه. وأخيرا حكيتي شي منيح عني. فيني أطلع لبرا؟ سلطانة ما حنسى لهم هالشي بحياتي، كلهم اتفقوا علي، جابوها لهون وقعدوها بوشي وعملوني مسخرة. طولي بالك شوي، هن غايتهم يقهروكي. لا تلحقيني، ارجعي لعند سلطاناتك، أنا هلأ ماني بحاجة حدا. المنظر حلو كتير، الإطلالة مو موجودة بكسورنا، انتو كتير محظوظين. نحن البربر معروفين انه عنا أجمل مدن في العالم. إذا بتريد ممكن تنسى هالحكي، أنا وقتها ما كنت بعرف حضرتك، هيك سمعت عنكن وصدقت. يعني ما طلعنا بربر؟ لا. مفوتها على جناحنا وموقفها على راسنا. ولا شيء، خلينا نفوت الجو صار بارد. خير سلطانة؟ وقع من ايدي، يلا ايميهم من هون. سليمان معقول تساوي هيك بهويام؟ بعدي من وشي. باشا سلطانة خير؟ شو القصة؟ شو جابك هلأ؟ جيت منشان شوفك باشا. أكيد معناتها صاير شيء مو منيح. بدي تساعدني. شو قلتي؟ مو حابة هديك المرة تضل، بعدها خليها تروح. شو حلوة هالمراية؟ هالمراية إلها معزة خاصة عندي، السلطانة هويام جابتها. هويام راحت لعندك وزارتك؟ صح، زارتني، إجت وحكت معي وانبسطنا. سلطانة كتير زريفة. هي هي هويام،
بيكون العالم بجهة وهيام بجهة تانية. وأنا جاي لعندك مشيت بالطريق الذهبي، قالوا لي هذا بس للنسوان اللي بيختارن السلطان. هذا الحكي مزبوط يا أميرة. طيب هالنسوان فيهم يطلعوا لعندك وقت ما بدهم؟ أنت بالذات فيكي تجي إمتى ما بتحبي. بما أنك عم تطلبي مني أني ساعدك معناتها المشكلة كتير كبيرة. لا كبيرة ولا شي، بس هاي فرصة لإلك. إذا بترجعها لبلدها بوعدك نرجع لحالة السلام. شو عم تقولي؟ ليش نحنا كنا بحالة حرب سلطانة؟ أنت اللي جبتها وفوق هيك قدمتها لمولاي السلطان. مزبوط، أنا جبتها وكمان قدمتها للسلطان، بس لا تنسي إنه اخترتك كمان. إذا مولاي السلطان حبها للأميرة إيزابيل معناتها المشكلة فيكي أنت. باشا يكون بعلمك إذا أنا خسرت سليمان أنت حتخسره كمان. أميرة إيزابيل شو هيصير فيها؟ الكل بيعرف إني ميتة، رح تعيشي حياة جديدة. أنتو شو بتقصدوا بحياة جديدة؟ بكرة بتعرفي شو هو قصدي. مو فهماني ليش أنت عم تعمل هيك معي. ادخل. مولاي السلطانة هيام ببابكن. خليها تفوت. مولاي يسعد مساك. الحفلة بالحرم لك كانت كتير مملة، فقلت لحالي بجي بشارككن القعدة هون بالجناح. مبسوطة أميرة إيزابيل عنا؟ أهلين يا هويام، منيح اللي إجيتي. خير إن شاء الله. شو عم تساوي هون؟ ولا شي. لتكوني مقهورة على مولاتك. قصتها ما لها حل، أو خلي الحكيمة توصف لها دواء، لأنه وجع قلبها لسلطانتك يمكن يطول وما يلتقى له حل. مولاتي هيام ما بسمح لأي حدا يحكي عنها هيك شي، عم تفهمي؟ بلا قلة أدب. مولاتك هيام أصلاً هون ما فيها تساوي شي، عم تفهمي شو عم قول؟ بيني إيدك عني بدي أمشي. كوثر شو هاد اللي عم يصير؟ ولا شي، عم نحكي شوي ما هيك؟ اسمعي لقلك، اللي صار هلأ رح أعتبر حالي ما شفته. آخر مرة بسمح لك الدقيقية، وإلا صدقيني رح تندمي كتير يا كوثر. يلا نيلوفر خانم كيفك؟ الحمد لله هلا أنا منيحة. بتجي وبتحكي لي إذا صار معك شي؟
ايه كيف شفتي لقصرنا؟ كتير عجبني، والسلطان ورجاني التراس كمان. اذا حابه تشوفي كل القصر بساعدك بهالموضوع. شكرا كتير الك، بس انا لازم امشي. شرفتي، كنت حابه اني استضيفك واقوم بواجبك. صدقيني وانا كتير حابه، بس اجليها لوقت تاني. لازم يكون الطوق يلي برقبته إلي. أبداً ما توقعت إني شوفه برقبته. ليش عطيتها إياه؟ أنا بساوي شو ما بدي. فيكي تروحي هلأ يا أويان. زمان كنت تقلي حبيبتي روح قلبي يلي ما فيني عيش بدونها ولا لحظة. معقول هالكلام هاد كله حكي؟ مولاي جلالة السلطان سليمان المعظم. ابني؟ الله يسعد لي هالصباح. اتركونا لحالنا. كأنه في موضوع مهم شغله. ممكن أعرف ليش جبتوا الأميرة إيزابيل على القصر؟ حبيت شوف ضيفتك وأتعرف عليها. شو فيها هي؟ وضع الأميرة بخص الدولة العلية، وما بدي الأميرة تكون لعبة بيناتكن. ما راح أسمح أنه الأميرة تنجر القصص اللي بتصير بالحرم لك. شو هالموضوع يلي بخص الدولة؟ شايفة لهفتك واهتمامك بالأميرة عم ياخد شكل تاني غير السياسي. هيام هي السبب بعدم رغبتك بوجودها بيناتنا، بس المرة كتير حلوة وظريفة، واضح إنها كتير منيحة. انت كمان وحيد وقلبك مكسور مثل قلب سلطانتك هيام. سليمان ما بقى يحبني، الظاهر في بقلبه مرة تانية غيري. نسي حبه الكبير إلي، سلطانة هيام.
هل حضرتك طلبتيني؟ تأخذ هذا الحصان وتبعده من هون. بس يا سلطانة ما ب... ساوي اللي عم قلك عليه، واليوم قبل بكرة. أمرك يا سلطانة. مفتي الإسلام العلامة الكبير الشيخ ابن كمال. مولاي. أهلين يا حضرة المفتي. خير، شو اللي شاغل بالك يا حضرة المفتي؟ ما بظن خير يا مولاي. في شخص خطير عم يتجول بيننا وهو من بلاد العجم، وكل يوم خطورته عم تزداد أكثر من الأول يا مولاي. هالرجل الخطير اسمه الملا قابيز. تريد بس ما بظن انه خطير لهالدرجه. لشو دعا؟ مولاي، هذا الملا عم يدعي للكفر، هذا قاصد يوجه عقول المسلمين للضلاله، عم يروج لاراء غريبه حتى القران الكريم واحاديث النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. عم يفسرهم بطريقه غير مقبوله بنوب، وعم بيقول انه المسيحيين إلهم الأفضلية لأنه الإنجيل نزل قبل القرآن الكريم، وهيك أقاويل بتشجع على الكفر يا مولاي السلطان. خلي يحكي، مين رح يرد عليه؟ الإنسان المؤمن بيميز بين الصح والغلط. مريدين وعم يزيدوا يا مولاي، كل يوم عم ينضموا ناس جدد. الموضوع ممكن يكبر أكتر من هيك ويصير صعب السيطرة عليه. الأفكار لازم تتناقش. الدين ما بيتناقش يا إبراهيم باشا، بتآمن فيه أو ما بتآمن. إذا آمنت لازم تلتزم فيه، وإذا ما آمنت وقتها شي تاني. بهالحالة بكرة بتجيبوا لها الملة على الديوان وبتحاكموه، بس قبل هيك بتتركوه يقول رأيه، ومن بعدها بتردوا عليه بالعلم والمعرفة والبرهان، وبعدها بتحاكموا، لأنه وقتها كل الناس رح تأيدكم بقراركم. مولاي السلطان. شو في يا سنبول؟ مولاي، السلطانة هيام قبل شوي وما بعرف ليش طلبت مني إني أخذ الحصان الأسود وبعده عن القصر. هيك قالت. ما تصرفت قبل ما أجي أسأل جلالتك. هلأ وين بتكون السلطانة هيام؟ تحت بالجنينة. مولاي، شو أعمل؟ برافو يا سنبول، ما بتساوي شيء قبل ما تستشيرني. أنا أبداً ماني حابة أتركك، بس أنت خلص ما عادت إلي. ما بدي إياك تزعل. إيه؟ قالوا لي إنك تخليتي عنه، مو عشقتيه من أول نظرة؟ معقول تتخلي عنه بسهولة؟ شو اللي خلاك تساوي هيك؟ لأنك بطلت تحبني، صار هو لحبيبتك الجديدة. ليش مفكرة إنه أنا بطلت حبي؟ تصرفاتك يا مولاي هيك بتقول. سينيور كريتي، مي إيكادو توميس إنساخي، ستيد أس موينوبولي، لا أسبيرو كيمي سالفاس، بور فابور ماس دي بريسا. بيانكا، بيان دي خالو فولار. يولارتك. Thank you.
أنا جبت لك الخنجر بإيدي وترجيتك تقتلني بس مشان ما أشوف هيك لحظة، وأنت وعدتني إنك رح تحبني لو شو ما صار. أنا صدقت كل كلمة قلتها وثقت فيك، وشوف أنت شو عملت. جبت لك 3 أمراء بياخدوا العقل، بس اكتشفت إنه حتى لو جبت لك 10 ما في جدوى. مولاي أنا مستحيل كون مثل ناهي الدوران. لازم تعرفي إنه الأميرة إيزابيل مانا أكتر من أسيرة. عم تزعجي حالك بأفكار ما إلى أي وجود بالمرة. مدام الموضوع هيك وهي المرة ما لها أي قيمة عندك، شو عم تساوي هون؟ كرمالي أنا بعتها بأول باخرة وريحني. بس يجي الوقت المناسب ببعتها بلا ما تستعجلي. استني وراح تشوفي. خلينا نروح لعنده على المحل أحسن ما يتهمنا أنه هجمنا على بيته. شبك نصوح؟ نسيت أنه اليوم السوق مسكر؟ أي منروح بكرة. ليش ما عم يرد؟ بدي حاكي. جوشوا أفندي! أرمين! تعرف أهل هالبيت وينهم؟ جوشوا أفندي وينه؟ وين أخذ بنته؟ ما بعرفهم يا بيك، أنا غريب مو من هالمنطقة هي. بقلي بيك، اهدى. عفوا. أكيد هالربا. فهمت ليش الباشا خلاني رجع أرمين؟ منشان جوشوا أفندي يهربه وما يخليني شوفه مرة تانية. معقول غلط بالمكان؟ لا هو نفسه. يا إلهي، يعني وين بدهم يروحوا؟ الإبليس سرقوا مرة تانية. أنا بورجيك. سنبل سنبل. الله الله. سنبل خير؟ شبك؟ صحة؟ خذ نفس. ما بعرف، كأنه في شيء علق بحلي. انت منيح؟ ايه منيح. شكري مو موجود هون؟ السلطانة هيام طالبة كاسة عصير. شبكي انتي؟ ارتاحي شوي، خدي دوقي لي هالبقلاوة وشوفي لي قديش طيبة. تمام هيك، يلا كمان كمان. ايوه شفتي ما اطيبهم؟ ان شاء الله الف صحة. انتي روحي هلا وبس يجي شكري انا بخبره. يلا. وين اخذت ذهباتي؟ بدك ترجع لي يا هنا هلا. أنو ذهب؟ فعلا انت واحد مجنون. بعرف انه هنن معك وعم اقول لك هلا طالع ذهباتي. بعد من قدامي يلا، انا هلا مو فاضي لك، لا توقفني، روح شوف وين طمرتهم. بعدين انا شو بدي بذهباتك؟ اعترفت، هذا اعتراف. اسمعوا يا ناس، يا اصحاب الضمير اسمعوا، هلا قدامكم اعترف بتمه ولسانه. سؤال، أنا بدي أعرف شلون عرفت إني طمرتن. الجواب
أعلى ما بخيلك بتركبه يا وئام. عن جد بتشبه الفار. ما كان ناقصني غيرك أنت على آخر الزمن. هاي 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 أنا سامعك سامعك يا سراء. إبليس سرق لي ذهباتي. سراء رجعتي حكيتي مع السلطان بعد الحفلة؟ اليوم الصبح إجا السلطان وحكينا شوي، والظاهر يا بنتي إنه هالأميرة أخذت عقله مثل ما ساوت قبلها هي. عيونه هيك كانوا عم بيقولوا. شو الموضوع؟ كيف تتجرئي وتفوتي بدون إذن هيام؟ معقول هيك؟ كيف سمحوا لك برا؟ مولاتي سلطانة خديجة، بدي أحكي معكم على انفراد لو سمحتوا. ممكن تتركونا شوي؟ بعد إذنك سلطانة. ألفة خانم لو سمحتي. خير شوفي، قولي لشوف. مولاتي أنا جبت لكم أربع أحفاد، منهم ثلاث أولاد صبيان مشان يحفظوا السلالة. مو معقولة بعد كل هالشي ما ينعمل لي قيمة ويندعس على كرامتي قدام الكل. مزبوط هالحكي مولاتي؟ هيام لا تتجاوزي حدودك، انتبهي لكلامك. أنا بعرف حدودي سلطانة، وما ضروري على طول تضلوا تذكروني فيها. انت شو مشكلتك؟ شو معنات هالحكي الفاضي؟ انتو جبتوا الأميرة قصداً على القصر، حبيتوا تستهتروا فيني وما عملتوا لي أي قيمة. هيام شلون بتقولي هيك؟ تركي يا خديجة، خليها تطالع كل شي بقلبها. أنا ما قصدي أبداً إني قلل أدب، وإذا غلطت بشي فهاد بسبب حبي وعشقي للسلطان، بس انتو عملتوني بطريقة قاسية. أنا شو عملت؟ شو هو ذنبي؟ معقولة لأني بحب ابنكم؟ ولا لأني بعشقه وبغار عليه؟ ولا لأني بحاول أسعده؟ معقولة ضلوا تعاقبوني وتزلوني لهالشي؟ مو بس البحر الأبيض، لازم نروح على غير بحور، بس لازم تكون البواخر أكبر. نحن لازم نوصل لأبعد بحور العالم. كتير منيح. قلي لشوف، لوين رح توصل؟ مولاي بالأول عفيني من المدرسة. موضوع المدرسة لا بقى تناقشني فيه أبداً. أنت لازم تدرس، وهلأ فيك تمشي. بشوفك المساء. حاضر مولاي. أنا حبيتك مولاتي، حبيتك سلطانة خديجة، بس أنتو ما حبيتوني بالمرة. من أول يوم إجيت فيه لهون حسيت بهالشي، وعلى طول كنت أتعرض للإساءة. ما عم بقدر أنسى إنكن وقفتوا معناه الدوران ضدي، ومع هالشي ما قصرت معكن ولا بشي. هيام على طول كنت أتأمل إنه رح يجي يوم وتغيروا معاملتكم، بس مع الأسف ما صار هالشي. لساتكن عم تحاولوا تتخلصوا مني، وعم تسعوا دائما إنه تلاقوا لسليمان وحدة غيري. هالموضوع مانو شخصي، لازم تعرفي إنه بالحرم لك في نظام صار له أكتر من 1000 سنة، مفهوم؟ عاداتنا هيك بتقول. ما بيصير ولا مرة تفكر إنها بتقدر لوحدها تملك جلالة السلطان، لأنه هذا خطير. لازم تستوعبي هالموضوع، الحرم لك هيك نظامه. المقصود اقبل.
مزبوط. هلأ جلالتك عم تديري الحرم لك، والله يمد بعمرك أكتر وأكتر. بس بيقولوا الدنيا فانية، يعني رح يجي يوم وتنتقلي على الدنيا الحق، وطبعا بعد عمر طويل. وقتها مين حيدير المكان؟ فكرتي بهالموضوع؟ مين بدها تمشي النظام بالحرم لك؟ مين هي وريستك مولاتي؟ ناهد دوران؟ ولا الأميرة يلي مبارح جبتولنا ياها على القصر؟ ولا أم الأمراء الثلاثة السلطانة هيام؟ حاجتك هيام مولاتي، كيف بتسمحي لها تحكي بهالطريقة؟ روحي من وجهي. لازم تعرفي مولاتي، إذا رح تضلوا مستمرين بالتعامل معي بهي الطريقة، رح كون مضطرة دافع عن حالي وعن أولادي الأمراء. شو هالحكي اللي عم اسمعه؟ أنا لسه لهلأ عم بنحنيلكم وعم مدلكم إيدي لحتى نكون أسرة واحدة كلياتنا. قرري، يا بتكوني معي أو بتكوني ضدي. شو صاير لهي؟ أبصر شو صاير بينه وبين السلطانة. لازم تتحاسب على قلة الأدب هي يا سلطانة. مو معقول تتركيها تتصرف معك هيك، كانت عم تهددك. حابة أبقى لوحدي. اطلعوا لبرا كلكن، اتركوني لوحدي. هيام مزعوجة لأنه عزمنا الأميرة على القصر. هي قالت لك هالشي؟ أنا رحت لعند السلطانة لزورها وفجأة إجت، كانت كتير جريئة. والله حكيت بمواضيع أنا مستحيل أحكيها. الظاهر هيام صار لازم ينحطلها حد. تصور هددت السلطانة لأن عزمت الأميرة. اللي ساوته اليوم مستحيل يمر هيك. حبيبتي، مولاتي رح ترد عليها بالطريقة المناسبة. انتي لا تتدخلي بهذا الموضوع لأنه ما بريدك تتضايقي. خلينا نفكر بس بحياتنا وسعادتنا. كتير عرقان براهي، انت سخنان مو منتبه؟ انا كويس اطمني. لازم ترتاح، جسمك لساته ضعيف والظاهر لسه ما تخلصت من المرض. سلطانة هيام
أعطيني إياه. شايفة كأنه سكت فوراً. يمكن كان هو عم يبكي على أمه. حاسس قديش أنا مقهورة. مولاتي، خبرتيهم يلي قلت لك عليه؟ خبرتهم سلطانة، منيح كتير. لا تنسوا إنه وجودكم هون له سبب واحد كتير مهم، وهو خدمة السلالة بأحسن طريقة. يعني تعتنوا فيهم منيح وتحافظوا على النظام مشان كل شي يمشي على أصوله. وأي واحد بيهمل واجباته كرمال مصالحه الشخصية وقتها بيكون حكم على حاله بالموت. واضح كلامي؟ تعالوا معي. أمر من السلطانة الأم طلبت إنك تخلي هالجناح فورا. كيف؟ ليش؟ شافت جلالتها إنه الجناح بده شوية تعديلات ضرورية، لو سمحتي فضي فورا. تعديلات؟ تعديلات شو؟ ما عندي جواب يا سلطانة. وإذا بتحبي احكي مع السلطانة الأم بهالموضوع. نيلفار؟ ضبي الأغراض الخاصة بالسلطانة وخديه. يلا أنتو كمان ساعدوها. لا، ما بسمح لأي واحد يمد إيده على أي غرض. سلطانة، نحن عم ننفذ الأوامر، لا تجبرينا أنه نستخدم القوة. ليش واقفين؟ يلا ضبوا كل شيء. نيلوفر، خدي مريم على الجناح الثاني واستنوني. مولاتي، عم يفضوا لي جناحي. قالوا لي إنه جلالتك يلي أمرتي. شو قصدك بهالشي؟ مفكرة إذا بدي أعمل شغلة لازم أخذ رأيك؟ بس هذا الجناح مولاي عطاني إياه. السلطان عطاكي هذا الجناح من بعد إذني،
وباخده امتى ما بدي. لكن قررتي توقفي ضدي. تصرفاتك اللي وصلتك لهون بدك تتحمل النتيجة. هلأ فيك تمشي. حضرة الباشا، ممكن أعرف ليش جبتوني لهون؟ لأني عم أحكي عن المسائل يلي أنتم محابين تنحكى؟ ولا أنتم خايفين إنه الناس تسمع الحقيقة يلي عم قولها؟ سكوت، لا تتجاوز حدودك. أنت واقف بديوان جلالة السلطان ومع الوزير الأعظم للدولة العلية ومع لجنة من الحكماء والعلماء الأفاضل. احترم حالك وبس يجي دورك ووقتها بتحكي. وهلأ رح نحكم بهالقضية حسب الشريعة الإسلامية، ولازم يكون حكمكم حاسم بهالقضية يا سادة. ملا قابيز، سمعنا انك عم تروج لافكار غريبه، فيك توضح لنا وجهه نظرك؟ ولازم تعرف انه الحكم رح يكون بناء على الشيء اللي رح تقوله. حضره الباشا، في دلائل بالقران الكريم وبالحديث الشريف بتاكد انه المسيحيين لهم مرتبه اعلى من مرتبه الاسلام، واذا بدكم فيني اقدم لكم أكتر من دليل، وأنا حابب أكد أني واثق من هدول الدلائل، بس ما بعرف إذا علماءكم رح يقدروا يشككوا بهاي الدلائل ويثبتوا عكسي اللي عم قوله هلأ، لأنه كان واضح أنه اللجنة كانت جاهزة تقمعني حتى قبل ما أحكي، وبهالحالة وجهة نظري مخوفتهم. خلص بكفي. شو انت ناوي تأول القرآن والحديث الشريف على كيفك؟ هذا الكلام يا ملا ما بيجوز. هالكلام الفاضي اللي عم تقوله واللي عم تعتمد فيه على تحليلاتك الواهية ما له أي قيمة هون يا منافق. بس لو تسمحوا لي أقول وجهة نظري يا سادة، يمكن حضراتكم سمعتوا بالعلامة المشهور تفتزانين، وبحسب تفسيره المسيحيين هن اللي إلهم الأفضلية، والسبب هو إنه كتاب هو الأول، يعني قبل القرآن الكريم. بعدين هن نتعذبوا كتير، وخاصة السيدة مريم العذراء أم المسيح، والله صبرت كتير، ولما حكاها ابنه هو لساته بالمهد عرفت إنه هي إشارة على نبوته والتزمت الصمت. بعدين بلشت المواجهة والمعاناة الحقيقية، مريم وابنه تعذبوا مشان خلاصنا. الله تعالى دعانا بسورة البقرة أنه نؤمن بما أنزل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر هالشي هاد بالآية رقم 4. اسمعوا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم، حتى نبينا محمد أكد هالشي. وهلأ يا أفندية، وضحت لكم وجهة نظري مثل ما طلبتوا مني، قولوا إذا في غلط بالكلام يلي سمعتوه ناقشوني. أنا على خطى نبينا، وكل هدفي بس حافظ على روح الدين. وهلأ شو ردكن يا سادة؟
الكلام اللي عم يقوله هالشخص مقبول؟ كلامه مو منطقي أبدا يا باشا. هذا واحد كافر وملحد ومنافق، والتفسير اللي قدمه هو تشويه للدين. الناس اللي من أمثاله بدون تردد قتل واجب علينا. أنا قلت لكم احكموا بهالدعوة حسب شريعتكم الإسلامية، بس أنتوا بطريقتكم هي ما عم تحكموا حسب شريعتنا المتسامحة، لأنكم ما ناقشتوا ولا واجهتوا بحجة قوية. عدالة جلالة السلطان العظيمة ما بتتجلى بهالطريقة. إبراهيم باشا، اعتقلوا للملا، وانت ولجنة العلماء تلحقوني على الديوان فورا. كوثر، شو عم بصير بجناح ويام؟ والله ما بعرف سلطانة. معقول راجع على الجناح القديم؟ هيام؟ ما كان ناقصني إلا أنت. خير إن شاء الله؟ ليش عم ينقلوا لك أغراضك؟ لتكوني رايحة؟ رايحة على جهنم الحمراء. تعي بلكي بتسليني. ست فريال تعي. شو صاير هون احكي؟ والجناح ليش عم تفضوا؟ السلطانة الأم أمرت إنه نفضي هالجناح فوراً. ممكن تفهموني كيف بتسمحوا لواحد ملحد يقول بديواني كل هالإساءة؟ إنه المسيحيين إنه الأفضلية لأنه كتابهم الإنجيل نزل بالأول. كمان عم يتجرأ هذا المنافق ويستشهد من القرآن على كلامه. وين حجتكم؟ كيف ما رديتوا عليه وكيف سمحتوا له يكمل؟ هاي الدعوة المفتي رح يستلمها وهو رح يحكم فيها. الظاهر هاي الدعوة بدها شخص مثله، بلكي انتو كمان بتستفيدوا من خبرته. وانت يا ابراهيم معقول تسمع بهذا الشيء بديوانك؟ مولاي انا ما فتحت دمك وخليته يكمل للآخر. جيبوا الحكي فوراً. سلطانة السلطانات مولاتي خيام. انت كمان اشتروك ما هيك؟
مثل الكل كمان استسلمت إلهم. يا خسارة، أنت كمان عم تشتغل ضدي؟ أعوذ بالله، لا والله، بموت ألف مرة ولا بخونك. بس أنا عبد مأمور يا سلطانة، ما فيني عارض. حتى السلطانة الأم كمان حكت معنا، قالت لازم تنفذوا كل الأوامر. سكوت خلاص. أنت شو اللي جابك لعندي؟ وصلني خبر مهم كتير يا سلطانة. الوزير الأعظم إبراهيم باشا فقد وعيه بغرفة العرض وعم يقولوا تعبان كتير. متأكد؟ شو صار له؟ ما بعرف بالضبط شو اللي صار له، بس أنا بوعدك إني روح وبعرف كل شيء. هلأ وينه؟ أخدوه على الغرفة الخاصة؟ سمعت إنه أخدوه على قصره، جلالة السلطان بنفسه رافقه لهنيك. منيح. وقام؟ خليهم يجهزوا لي العرباية فورا. أمرك يا سلطانة. شو وضعه يا حكيم؟ خليك بعيد يا بيك، خايفين يكون مرضه ماضي. لهلأ ما عرفتوا شو صاير معه يعني؟ ما فيني أقول شيء، وضعه خطير وحرارته مرتفعة. حالياً نحن عم نحاول ننزل له حرارته. أعراض حمى، إذا ما نزلت الحرارة رح يروح من بين إيدينا. من لما رجع من الحملة وهو مريض قلت له أكثر من مرة بلا ما تتعب حالك بس ما في فايدة، وما سمع كلامي. وأنا غلطان كمان، كيف ما انتبهت لحالته بالديوان؟ صار إبراهيم؟ طمني. مولاي لهلأ ما بيعرفوا، عم يحاولوا يعالجوه بس عم بيقولوا مرضه معدي، والأفضل أنه ما حدا يقرب عليه. أنا لازم أكون جنبه، ما رح أتركه لحاله. المرض ماضي، هيك قالوا الحكمة ونبهوا على هالشي كمان. ما بيصير تعرضي حياتك وحياة ابنك للخطر. إبراهيم شخص قوي وأكيد رح يتجاوز هاي المحنة. هلا انت روحي واهتمي بابنك. بالي بيك، بعت خبر لياسر بيك خليه يجي لهون وهو اللي يشرف بنفسه على حالة الباشا. لا تروح انت، خليك هون، وبعت خبر على القصر خليهم يجوا لعند خديجة فورا. راح ابعت وراها. الله يشفيك يا ابراهيم وتقوم بالسلامة. ما بدي أفكر للحظة بأي احتمال تاني. يا رب توقف معه بهالمحنة وتساعده. بدي أسمع أخبار منيحة يا مأمون أغلى. سلطانة، سلطانة هيام. بعدين يا فريال، خلص هلأ مستعجل. سلطانة، سمعت إنه رح تروحي لقصر السلطانة خديجة مزبوط؟ اسمحي لي إجي مع جلالتك. سمعت إنه الباشا مرضان. بدك تشوفي لإبراهيم باشا؟ من شانه عم تبكي؟ الله يوفقك خديجة، يمكن أنا بقدر فيدهم. شو رح تساوي يعني؟ لتكوني حكيمة؟ لا، بس فيني دير بالي على ابنهم، لأنه السلطانة خديجة بتكون مالا فاضية. إيه طيب، يلا خلص تعي. جلالة السلطان سليمان المعظم.
السلطان سليمان، أهلا وسهلا. حاسة إنك مو منيح، أنت صاير شي معك؟ ماني مبسوط، حبيت بعد عن القصر وريح أعصابي شوي. وبقدر أعرف من شو متضايق؟ إبراهيم باشا وضعه سيء جدا، من شوي أغمى عليه بالديوان وهلأ هو بقصره. حرام إبراهيم، شو طلع معه؟ يلا لشوف خلص حالك. شوي شوي رح ينقطع نفسك. أنا لما أجيت مبارح لعندكن على القصر وقتها سألتك سؤال. سؤالك أنا متذكره منيح، حبيتي تعرفي السبب يلي خلاني أعطيك الضوء. صحيح، حابه أعرف السبب لو سمحت. We'll be right back.